ايوه يا اعتماد، ايوه حبيبتي، انا في الشغل، في الشغل من غير ما احلف يا اعتماد. انا حرامي، هتقولي اللي احلف؟ هقول جالك الفرج والكلام الفارغ ده. طيب خلاص. لا لا، طلبات لسه، بقول يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. طيب خلاص الحق عليك منين يا اعتماد؟ يعني اسرق يعني؟ يلا مع السلامه. يلا الوقت بيسرقنا، يلا هكلمك في البريك. باي باي. ايه ده؟ انت ايه؟ واحد لابس اسود في اسود ومعاه سلاح وتواجد في اوضه نوم حضرتك فجاه، يبقى ايه؟ باتمان؟ حرامي؟ سرعه بديهه وقوه ملاحظه. ميرسي خالص. وانا ممكن اصرخ؟ لا صرخ ايه وبتاع ايه، لا يعني تفتحي بقك الجميل ده، تطلع من هنا طلقه صغنونه، تروح على البق تعمل تعويره وتبقى حكايه وحشه. ليه؟ يا مامي اصحى يا اسماعيل. ايه في مين؟ ليه؟ عايز ايه؟ ايه ده؟ مين ده يا ست هانم؟ ما شاء الله اسماعيل نفس مستوى الذكاء، مجمع لما وفق. انت جايبالي البوي فريند بتاعك في اوضه النوم؟ يعني انت مشكلتك في اوضه النوم؟ يعني لو في الصاله بره اوكي بالنسبه لك؟ بوي فريند ايه بس يا اسماعيل؟ ده حرامي. ايه ده؟ انت حرامي فعلا؟ استاذ اسماعيل، ممكن لو سمحت شويه ثقه ازيد شويه في المدام بتاعتك؟ قالت لك حرامي يبقى حرامي، هو انا مش باين عليا ولا ايه؟ لا ارجوك ما تاذيش مراتي، لو المسدس ده فيه رصاصه واحده اخدها انا. لا ما تسمعش كلامه، ده لازم يعيش لاولاده، محتاجين الاب والقدوه. لا ما تسمعش كلامها، هما محتاجين رعايتها وحنانها. اضربني انا، اضربني. الوداع يا سناء. اسماعيل. ايه الرخص ده؟ وايه الافواره دي والسحابات اللي من تحت والحاجه؟ ما تتكلموا عادي يا اخوانا. لا حول ولا قوه الا بالله، مين جاب سيره القتل؟ بس انا قلت هقتل. اللحظه الدراميه دي لمستني، عشان كده انا اخد من سيادتك المينيمم بتاعي واتكل على الله. ايه المينيمم ده حضرتك؟ لا بص يا باشمهندس، انا هفهمك حته من اصول المهنه. انا بطلع الطلعه ما ارجعش منها باقل من 3200 جنيه، ده المينيمم بتاعي. وعلى فكره ده سعر الاسبوع اللي فات، اديهم لي وربنا يعوض عليا بفرق الدولار. اقسم بالله انا عامل مع سيادتك واجب، عشان خاطر دي اول شقه اخشها الليله دي، وان شاء الله يبقى استفتحنا عسل على وشكم. والله يا استاذ انا لسه ما قبضتش. انا معايا 600 جنيه، ممكن تاخدهم واول الشهر ممكن اديك الباقي. لا يا فندم، خدمة التقسيط لسه ما اشتغلتش معانا. يعني لو ما فيش كاش مش مشكلة، ناخد أي حاجة بقيمة المبلغ، ولو في فيسا أنا تحت أمرك. خلاص اتحلت، ما تديله اللاب بتاعك يا إسماعيل. اديله بتاعك يا إسماعيل؟ ليه؟ هو ب 3000؟ ده أنا جايبه من سنة بسبعة. ياه، ده 15 إنش بقى. إيه ده؟ أنت تعرف الحاجات دي منين؟ استنى أنا بشب عليك، أنا أكيد أعرفك. بص لك، ما انا اللي بعمل فيديوهات كيف تسرخ في 30 ثانيه. بجد انا بحبك قوي. طب اعمل سبسكرايب بقى. طب بصي، عشان انا بحبك. الست هانم عندها موبايلين. موبايلين وهتلاقيهم جوه الدولاب. لا استنى اصلا ده يعني ما يجيبش 1500، وبعدين الكاميرا بتاعته وحشه. شايف الشفونيره دي مليانه ساعات بتاعته، اقل واحده فيهم ب 3000 جنيه. كده يا سناء؟ بصوا، الحاجات اللي عامله لكم قلق دي كلها اطلعوا بيها والدواني، وانا ريحكم منها. هو اللي دايما كده، شايف حاجته دايما هي اللي تسوى وحاجته انا ملهاش اي قيمه. لا ينفع كده استاذ اسماعيل؟ طب احكم ما بيننا انت يا استاذ. انا لما بشتري بجد، مش بجيب حاجات تناتيش ملهاش لازمه وخلاص. مش عارف، انا مش قادر اصدق حضرتك. يعني ده حتى البيجامه بتاعتك، انا اسف يعني، شكلها يعر سنه يعني. متشكر قوي. على فكرة بقى، أنا عندي حاجات أحلى من كل الحاجات اللي عنده، ذهب وفريرات، بس أهلي هم اللي جايبينهم لي، أصله بخيل. أنا بخيل يا سناء؟ معلش يا أستاذ إسماعيل، أنا آسف جدا يعني. بصراحة من نظرة كده المدام باين عليها إن هي من عيلة ومستريحة وراضية بيك، وأنت لا مؤاخذة يعني. إيه لا مؤاخذة إيه؟ أنا مش قادر أقولها الصراحة يعني. أنت يعني أقل من مستواها. لا 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 لا، انا عندي فلوس كتير جدا. بقولك ايه، شايف الشوفونيره دي؟ شايفها؟ انا حاطط فلوس هنا كتير قوي، ونضارات وشرابات، ولا هي ولا اهلها يقدروا يقفوا قدام المحلات اللي بتبيعها.
الصراحة أنا مش مصدق حضرتك، في فاشر كده. طب أنا حوريك واحكم بنفسك. البيه مدام شكله واثق من نفسه. خلاص يتفضل هو يطلع كل الحاجات اللي عنده وأنا هطلع كل الحاجات اللي عندي، وأنت كده شكلك ذوق ونور، واحكم أنت بقى. ميرسي يا مدام على رأي حضرتك فيا والله، يعني أنا آخر حاجة يا جماعة كنت أتخيلها إن أنا أكون سبب في زعل ما بينكم. خلاص بقى يلا يلا خلاص صالحوا بعض. خلاص يا خلاص بقى، ما أنتوا حلوين ما يعني ما تعملوش كده. يلا يلا بصوا كل واحد فيكم هيقوم يطلع حاجته ونشوف بقى مين ذوقه أحلى من مين ومين عنده حاجة أحلى من مين، ونتفرج كلنا كده ونقضي أوقات سعيدة، وأنا هحكم بالعدل. أنا ما كنتش عارفة إن هو غدار كده. هو قال ما نصرخش قبل قد إيه؟ قال أوعى أسمع صوتكم قبل ما يعدي 5 دقايق، وإلا هرجع وموتكم أنتوا الاتنين. أظن فات أكتر من 5 دقايق. يعني متهيألي كده. طب يلا